خلال 100 يوم من الاحتجاجات واسعة النطاق والعنيفة في بعض الأحيان، شدد الآلاف من المحتجين البلغاريين الخناق على النخبة السياسية، لكن هذا لا يشكل كما يقولون سوى البداية. Въпреки умората и липсата на чуваемост от страна на управляващите, сме отново тук с абсолютната вяра, убеденост, че това е верният път. Той не е лесен, няма да е кратък. في اليوم المئة للاحتجاجات في صوفيا الجمعة، تحدى آلاف الأشخاص غزارة الأمطار للمطالبة مرة أخرى باستقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف وحكومته المحافظة، وكذلك المدعي العام للبلاد إيفان جيشيف. ويتهم المحتجون الحكومة بالمحاباة والاعتماد على طبقة الأوليغارشيين واستخدام الملاحقات القضائية كسلاح ضد المعارضين السياسيين، وهي أخطر الاتهامات التي واجهها بوريسوف خلال ما يقرب من 10 سنوات في السلطة. Искания и ще бъдем тук, ако се налага още стотици дни и за бъдеще, когато се налага за други правителства и други ситуации, в които ще ни изправи нашия политически елит, ако въобще тази дума е приложима. بعد أسابيع من دعوة بروكسل لتوجيه نظرها إلى التطورات في أفقر بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، أقر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي قراراً حاسماً، وقدم القرار دعماً قاطعاً لشعب بلغاريا في مطالبه وتطلعاته المشروعة من أجل العدالة والشفافية والمساءلة والديمقراطية. وفي محاولة فاشلة لاسترضاء المحتجين، أقال بوريسوف العديد من الوزراء الرئيسيين.